حصل اخويا جنب الصبح عندنا محل خضار في ليبيا، بيفتح المحل واحد دخل راح طلع المسدس من جيبه ضرب بطلقه في راسه، بياخد اخويا في العنايه المركزه من الصبح، ما عارفوش لا حي ولا ميت ولا عارفين نظام ايه. اتصلنا رجعت نتصل باخواتنا في ليبيا مش حدش يقدر يرد علينا، حد عارف يكلمنا لسه الحاله مش عارفين، لا الضغط ما استقرتش هذا كل اللي حصل، ولسه مش عارفين ان احنا قاعدين دلوقتي رجلنا ناشف من الصبح يعني دلوقتي حد لا مش عارفين نعمل ايه. في ناس من اصحابنا في ليبيا ولاد عمنا ناس بتقول ده الناس لا قدر تطلع ولا قدر تخش ولا حد قادر يروح يحجز هناك يسافر لطيران ولا بر ولا في حتى سيارات خالص تجيهم من بر، مفيش اي حاجه خالص. هذا كل القصة، واحنا في ناس هناك مزنوقة كتير حتى طالع، في ناس دي بتاع 10 ايام من ساعة الحجز بتاع سراج دوه بتاع السبع جمعيتين دول، مفيش حد راح ولا حد جاء، كل الناس قاعدة محبوسة في السكن، مفيش حد بيروح ولا حد بيجي، كله قاعد محبوس مستنيين أي حاجة، أي حاجة من مصر إنها تحصل، طيارة تروح اللي عايز يجي، اللي يقعد يقعد براحته، اللي عايز يجي، المفروض يبقى في أي حد يروح هناك يكون مسؤول، حتى السفارة هناك في مصر هنا عاملة حاجة. ولا في ليبيا عامله حاجه، مفيش حد ولا تقول في مسؤولين في مصر ولا تقول الشعب المصري ده ليه كرامه ولا ليه قيمه في اي مكان اساسا. كل يوم انا برضه ابن عمي اسمه عماد مجدي يديله اكتر من سنه ونص الوقت، لا عارفينه حي ولا عارفينه ميت ولا عارفين صح ولا عارفين اي حاجه، وكل يوم حالات بتتكرر نفس النظام يوميا. انا عن نفسي اترفع فيا السلاح واتشد على الاجزاء كم مره بامانه في ليبيا، في ليبيا واخد هنا كده مضروب بتاع واخد 14 غرزه في ايدي هنا كده وعامل عمليه برضه، واخويا تكرروا نفس النظام النهارده مش عارف انا يعيش ولا يموت. انا بجي اسال المسؤولين يبعتوا، كان حضرت ست سيسي هتجيب الناس اللي عايزه تيجي، اللي هناك لا قادر يجي ولا قادر يروح، والدنيا واقفه خالص، حتى يبعت طياره كده هو اللي عايز يجي والناس تبقى براحتها بقى، اللي تحصل لها حاجه يبقى مسؤول عن نفسه. انا بالنسبه لاخويا مدعي لربنا بس يشفيه اول حاجه. نقول ايه؟ ربنا يشفيه اول واخير. بس.